فاديه، اختيارك للرياضه دي مبدئيا جه بناء على ايه وعلى اساس ايه؟ والله هو انا جربت رياضات كتير فعلا قبلها. يعني انا بدأت تايكوندو وانا عندي 9 سنين. هي ياه، عجبتني. انت يعني عندك تسع سنين هي حضرت تمرين. كنت ساعتها محتارة ما بين بقى، يعني جربت باسكت وجمباز وحاجات كتير قوي كده. بعد كده حضرت مرة تمرين عندنا في النادي، فحسيت ان الموضوع جديد، يعني انا عايزة اجرب، يعني كان ليه ما شيق ابقاش بالنسبة لك، ليه ما ابقاش شبههم. وكان بقى كان في بقى بنات كبار بقوا بيلعبوا، وانا كنت الموضوع يعني مبهج انترستنج قوي. طبعا. فبعد كده كلمنا الكابتن، كان ساعتها كابتن عبد القادر اللي ماسك الفريق عندنا، كلمته مش عارف ايه وكده، فقال لي تعالي وجربي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي ومش عارفه ايه. فبعد كده المهم رحت، وبس من ساعتها وانا فيها بقى. يعني انت عندك حد من العيله بيمارس الرياضه دي قبليه لا، بس اخواتي دلوقتي بيلعبوا. بعديكي بقى؟ بس اوكي. قبليه ما كانش في حد خالص. اصل عاده الاختيارات البنوتاتي لممارسه الرياضه بتكون مختلفه شويه انا يعني. كنت بلعب جمباز فيعني من لا جمباز قولي لتايكوندو دي في جمباز حد ماشي حلو. ذاتها. لا بلعب. في بنات كتير بيلعبوا جمباز، قصدي اقول لك الرياضات اللي هي القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس بقت مؤخرا بقينا نشوف بنات كتير بيمارسوها، بس قبل كده كان على استحياء. هي بس مش عارفه، هو في ناس تقعد تقول لي انت بنت وبتلعبي تايكوندو ازاي مش عارفه ايه كده، بس لا يعني بجد الموضوع مش يعني في التمرين حاجه وبره التمرين حاجه تانية. لا في التمرين لا، بيبقى الموضوع انا داخله العب فايت، فيعني خلاص بقى يعني ينتي في الملعب. انما بره التمرين لا عادي خلاص، يعني احنا اصحاب وبنرجع بنات تاني عادي مفيش مشكله. حلوة، بنرجع بلد تاني.